أبرز الأنباء تأتيكم من تان، تحية طيبة. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بدء العمل بالحديقة المركزية النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعمل بها 7 شركات مقاولات بإجمالي معدات نحو 500 معدة بخلاف مئات من العمال. وأكد مدبولي أن الحديقة ستجسد حضارة وتقدم مصر، وستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية الذكية. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تنفيذ مشروع الحديقة في 18 شهرا. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن الوزارة حريصة على توفير كل التسهيلات للمستثمرين، مشيدة خلال لقائها المدير التنفيذي لشركة LG للإلكترونيات دون كواك ونائب رئيس الشركة علاء عمر باستثمارات شركة LG للإلكترونيات في مصر. من جانبه أعلن كواك أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليون دولار قابلة للزيادة، مؤكدا أن مصر بها فرص استثمارية عظيمة. قطع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولته إلى الشرق الأوسط لحضور جنازة عائلية، وأفادت الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيزور سلطنة عمان في وقت لاحق اليوم. كانت الخارجية الأمريكية أعلنت الاتفاق مع السعودية على الوقوف ضد الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني، وأوضحت الخارجية أن واشنطن والرياض اتفقتا على دعم التقدم السياسي في ملف السلام في اليمن، فضلا عن مواصلة البناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أفاد مركز المصالحة الروسي بأن الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا بأن أكثر من 1000 لاجئ عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة الأخيرة قادمين من دول أجنبية. وأفاد البيان بأن الجانب الروسي نفذ عملية إنسانية واحدة تم خلالها توزيع 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.17 طنا على السكان المحليين. أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن القوات العراقية اكتسبت مهارة عالية من الحرب ضد الإرهاب، وأشار إلى أنها أصبحت أكثر قدرة على حماية البلاد وبسط الأمن الداخلي بكافة محافظات العراق. وأشاد عبد المهدي خلال استقباله مساعد الأمين العام للعمليات في حلف ناتو جون مينزا بالدعم الذي قدمته دول حلف ناتو للعراق ووقوفها معه لتجاوز التحديات الإرهابية والأمنية. أعلن الجيش الإيراني تحطم طائرة بوينغ 707 قرب العاصمة طهران كانت تنقل حمولة لحوم مدينة بشكيك عاصمة قرغيزستان، وسقطت أثناء هبوطها اضطراريا في مدينة كارج. بدوره قال المتحدث باسم مركز الإسعاف والطوارئ الإيرانية مكتبي خالدي إن 15 شخصا كانوا على متن الطائرة ولقوا مصرعهم، فيما نجا شخص واحد. قال سفير الخارجية الروسية للمهمات الخاصة أوليغ بروميستروف إن موسكو تأمل بأن تعقد القمة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في القريب العاجل. وقال بروميستروف إنه تجري حاليا التحضيرات للقمة الثانية بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، معربا عن أمله في أن يسعى كلا الطرفين إلى تحقيق نتيجة إيجابية لهذا اللقاء وفي أسرع وقت ممكن، مشددا على أن تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية مهمة رئيسة لهذه العملية. رياضيا، تقام اليوم الاثنين مباريات قوية في اليوم الخامس بمنافسات كأس العالم لكرة اليد المقامة في ألمانيا والدنمارك، وتستمر حتى يوم 27 من يناير الجاري. يشهد اليوم 10 لقاءات قوية بخلاف مباراة مصر والأرجنتين، أبرزها تونس مع تشيلي وروسيا مع ألمانيا وإسبانيا مع اليابان. تقام البطولة بنظام تأهل أول 3 منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيس، مكونين مجموعتين كل منهما تضم 6 منتخبات. تعال موجز، أشكركم على متابعتكم.